السلام عليكم، أنا ميمونة الشهراني من إدارة تعليم الخبر، ومشروعي عن تنقية المياه من البكتيريا والصبغات السامة باستخدام محفز ضوئي من الزنك أكسايد والمولبدريوم سلفايد. وإحنا قاعدين نصنع هذا المحفز الضوئي عشان نساعد مشكلة أو مصيبة المياه الملوثة في السعودية في كل العالم. وبالحمد لله صنعنا هذا المحفز الضوئي، نقلنا المياه بنسبة 99%، وإن شاء الله يا رب أقدر أساعد العالم بهذا المحفز بإذن الله.